أين قام تلاميذ وأساتذة المدرسة الخاصة بذور المعرفة بزيارة لقناة النهار، حيث تجولوا بمختلف الأقسام وتعرفوا على صحفي وتقني القناة، حين تلقوا شروحات حول العمل الصحفي. ها جرح ندير لقاء وطني موسم الاستياء. هل اسمي هو ورقة الطارق؟ قصة طويلة. كما قلت في زوج قاعات هنا، هذه اسمها هنا قاعه التحرير، هنا الصحفي وسكريب بيان سور. كما لاحظتوا هنا على قدها 8 ها حديث الصحافه الى يمكن الجانب. أخذنا معلومات قيمة وجد رائعة من أجل استفادة تلاميذنا، وكذلك أخذنا بعض النقاط المهمة، وإن شاء الله سوف يكون مستقبل زاهر لهذه التلاميذ بفضلكم أنتم وبفضل توجيهاتكم الجيدة لهم. تم اختيار قناة النهار خصيصا لأنها قناة تتميز بالتنوع والامتياز بهذه الأمور، قناة جد تقنية، قناة جد رائعة ومميزة، قناة تهتم بهذه التلاميذ بهذه البذور التي تسقونها بالمعرفة الجيدة. جئت إلى رحلة إلى رحلتين في قناة نهار تيفي. أشكر كل طاقم بحسن المعلومات. Nous sommes venus à la chaîne نهار تيفي et Ahmed Rachdi et toute l'équipe nous a fait comprendre comment ramener les informations, comment faire le montage et comment les diffuser sur la chaîne Nahar TV. تعلمنا منها الأقسام ورأينا التلفاز وأخذنا منها معلومات. استفدنا من هذه الجولة الرائعة الكثير من المعلومات والكثير من الأشياء الرائعة. كانت رحلتنا كثيرا شاقة ولكنها رائعة، استفدنا منها كثيرا من المعلومات. شكرا يا النهار تيفي. شكرا.